القراءة تأخذك إلى أماكن جديدة، تأخذك في رحلة إلى أكبر المجرات وأصغر الكائنات. القراءة تحلق بك إلى عوالم واسعة، عوالم مليئة بالأفكار المبدعة، غنية بالتجارب الفريدة، لتكتشف نفسك وتحلم أكبر وتنجز أكثر. تأخذك في مغامرات رائعة حدودها خيالك، لتتعرف إلى أصدقاء جدد داخل الكتاب وخارجه. هذا جمال القراءة. والآن تخيل معنا 50 مليون كتاب جديد يقرأه الأطفال والشباب في العالم العربي كل عام. هذا هو تحدي القراءة العربي. إنه فرصة أمل لتشجيع القراءة وتنمية حب لغتنا العربية الجميلة عند أطفالنا وشبابنا، وباستطاعة جميع الطلاب أن يشاركوا في هذا التحدي. كل ما عليك فعله هو أن تتحدث إلى مشرف تحدي القراءة في مدرستك ليساعدك في التسجيل واختيار الكتب المناسبة وتعبية ملخصات الكتب في جوازات السفر الخاصة، حتى تتأهل إلى المراحل المتقدمة فتتنافس مع أبطال قراءة مثلك من كافة أنحاء العالم العربي. موعدنا في دبي في نهاية كل عام دراسي في حفل تكريم الفائزين بالتحدي ومشرفيهم ومدارسهم. سيحصل الطالب الفائز في تحدي القراءة العربي على جائزة مالية قدرها 150,000 دولار، يتم تخصيص 100,000 دولار منها لتغطية تكاليف دراسته الجامعية، أما الجزء الآخر فيكون مكافأة لأسرته، وستقدم جائزة مالية بقيمة 1,000,000 دولار للمدرسة الأكثر مشاركة في تحدي القراءة العربي، بالإضافة لجوائز مالية بقيمة 300,000 دولار لأوائل التحدي، وجوائز تشجيعية للمشرفين المتميزين بقيمة 300,000 دولار، بالإضافة لهدايا عينية ومادية وتكريمية تصل ل1,000,000 دولار لكافة المشاركين والمشرفين المتميزين في تحدي القراءة العربي. مع كل كتاب تقرأه أنت تفتح لنفسك آفاقا جديدة وتصل إلى أبعد مما كنت تتخيل، وتبحر في عقول المفكرين والمبدعين عبر التاريخ. اقرأ معنا وكن جزءا من تحدي القراءة العربي.